بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لجلالة العاهل المغربي بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة وأشاد جلالته رعاه الله بما تتميز به العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة وما تشهده من تطور ونمو في شتى المسارات مؤكدا جلالته حرص مملكة البحرين على تعزيز وترسيخ هذه العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين بما يحقق ويلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.